أهلا وسهلا بالجميع. اليوم بدنا نعمل البندورة كرزية، بدنا نعملها كونفيت. بدنا بندورة كرزية صغيرة، حبة صغيرة. بدنا إكليل الجبل، روزماري، إكليل الجبل، زعتر أخضر، ثوم، أنا قطعتهم هيك شرحات، وفينا نحط أي طعمة بدنا إياها. وبدنا زيت زيتون. أنا حطيت مقلية على النار، حطيت فيها زيت الزيتون، ولحط هلأ إكليل الجبل، لحط الزعتر، أكيد نار خفيفة، خلي على مهله طعمه. نار كتير خفيفة. فينا نعمل طريقة تانية، فينا نحط البندورة مع الزيت وإكليل الجبل والزعتر والثوم بصينية كلهم سوا، ورشة ملح خشن صغيرة بصينية، ونحطهم بفرن حرارة كتير واطية، تكون يعني شي ساعة ساعة ونص تقريبا بيطلعوا جاهزين معنا. اوكي، هذا إكليل الجبل والزعتر. نحط الثوم، هلا انا اذا من الريحة اللي عندي طالعة كتير طيبة. الزيت صار طعمته هلا اكيد من هاي الاشياء اللي انا حطيتها، البهارات، الاعشاب اللي حطيتها، هاي صار طعمته. هلا لحط البندورة، حط الكرزية، وعلى نار كتير 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 خفيفة، بتركهم على اقل من مهلهم. هلا كل شوي بقلبهم. اوكي، هني على نار بطيئة، نار كتير خفيفة. هلا بحط رشة ملح خشن صغيرة، بيعطي نكهة طيبة بقلبهم وبملحهم. كل شوي بقلبهم على نار خفيفة. هلا انا حشيلهم واتركهم بقلب الزيت لحتى يبردوا لحالهم، لحتى حبة البندورة تستوي مظبوط. حطهم على جنب، حتركهم انا خلي يبردوا على مهلهم. نار كتير خفيفة كانت. وهيك فينا نقشر اذا بدنا الكرزية، بنعملها بلونشير بالمي وبنقشرها، بنشيل قشرة منها وبنعملها كونفيت. بنرجع بس هيك دغري على السريع. هلا عملتهم هيك. هيدي الكونفيت فينا نستخدمها بكذا شغلة، فينا نزين فيها صحون، فينا نحطها على البيتزا بتطلع كتير طيبة، خبزة باجيت فينا نحمصها نحط عليها شوية جبنة مع الكونفيت بتطلع ولا أطيب.